اتفضلي يا حبيبتي، ثواني معايا زبونه هنا، خلوها تستنى ما انا هدورها. اتفضلي يا حبيبتي، ايه الصبغه اللي انت عايزاها؟ مين ايه ده؟ مين اللي صبغ لك شعرك قبل كده؟ ليزا. مين ليزا دي؟ انا اعرفها. اه كنت في ايبيزا دي شكلها اسمها باكيزا، لانه اللون سيء جدا ومحروق. سوري عورتك؟ اسفه انا ما اعرفش اشتغل على الوان زي كده. اشوف ايه ده، محروق جدا، لا حول ولا قوه. طيب وعايزه لون ايه بسرعه حضرتك عشان مفيش لون كستنائي يا ابغاي مثل هون. بس الله يسعدك، يعني ضبطي لي هو مره، تعرفي ملكتي والناس كلها يعني اكيد حتكون مره فوكسين عليا كيف شعري وكيف الميك اب وكذا. بعدين طلعي لي شكل حلو. بدينا في زن الزباين. لا بس يعني انا جاي وبطمن اكيد يا مس الهام. مس الهام نوع الزبونه دي اللي بتيجي خايفه انا بكرهه. سيبي لي نفسك يا امي. ابغى بس اللون، تعرفي الدرجه هذيك اللي كده اللي تحسي كده ان هو شوكليت على كوفي على، عرفتيها؟ عرفتها يا حبيبتي، مش قلتي كاستنائي؟ ايوه بس ابغى اللون بالضبط زي ما انا وريتك في الصوره، بالضبط نفس اللون، ما ابغى يتغير لا واحد ولا فوق ولا تحت، ابغى نفس اللون. يا حبيبتي خلاص وترتيني، مش عايزه كاستنائي خلاص. بس نفس اللون اللي وريتك هو بالضبط. انا عارفه النوع ده من الزباين هيقرفني. بس يلا بس الهام وحده تبغى قص على الله يقص لسانها. وانا مالي، ما انا معايا زبونه سهله. امسكي معلش، امسكي مش عشان زبونه خلاص، يعني ما فيش حاجه هتقدميها ولا تاخريها، معلش بس نساعد بعض، تعاونوا. بنتك شايفه يعني ايد واحده ما بتسقفش. خدي يا حبيبتي، انت ليه كده متوتره؟ في حاجه مضايقاكي؟ مش معقول، ايه النوع ده من الزباين الغريب؟ زنان. بقول لك ملكتي يا مس الهام، يعني ابغى اللون يطلع مظبوط مره، ابغى اطلع احلى واحده. يا بنتي عم اعمل لك اغير شكلك؟ يعني انت مش حلوه، اعمل ايه انا؟ حول ولا قوه الا بالله. يعني حاول يا مس الهام، حاجة غريبة، أحاول إزاي؟ حاجة غريبة. بس هطلع اللون، بس مو بيعورني يا مس إلهام. بشويش طيب، بشويش مس إلهام، لا يتخبط اللون. يا حبيبتي سيبيلي نفسك، أنت في أيدي أمينة. أنت في أيدي أمينة، مش معقول. قديش حيقعد؟ قديش حيقعد بس في شعري؟ النوع ده من الزباين بيقرفنا، بس بيقرفنا في الصالون. كم دقيقة حيقعد؟ مش معقول يا بنتي، اهدي. اهدي، أسئلة ورا بعض. لا حول ولا قوة. طيب لا إله إلا الله، يا بنتي صلي على رسول الله، استغفري. طيب أقدر أشوف اللون؟ طيب أقدر أشوف؟ ما ينفعش يا ناس، يا ناس أنا دوري إمتى؟ أنا قلتولي الساعة 3 والحين الساعة 3:10، هذا مو معقول يا حبيبتي. ما 10 دقايق مش أنتوا تشتغلوا وتنتهوا. النوع ده من الزباين بيقرفنا، بيقرفنا. خلاص يا حبيبتي ما تستني دورك شوية. لا استنى إيه؟ استنى، عندي أولاد في البيت، عندي مشاكل. 10 دقايق بس، 10 دقايق. هي 10 دقايق راحت، حصل ظرف. ايش الظرف يا مس الهام؟ ايش الظرف؟ ظرف عندكم، احنا مع المظروف. طب تزعقي ليه في الصالون كده والناس كلها بتسمع؟ تعالي كلميني بالادب، الناس دي بتقرفنا يا جماعه. الناس اتقطم وشتي عشان السبب، خدت وقت طويل عشان اوصل للون اللي انت عايزاه. اتفضلي هذه المرايه، شوفي نفسك. ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم. مش ده، مش ده مس الهام؟ ايوه هو ده اللون اللي انا طلبته يا بنتي. ده انا قلت لك استنائي على موف، بس هذا موف هذا كان رايح حفله الكوريه، حرام عليكي حضرتك. دي لا لا لا، انا ملكه اليوم، حرام عليكي، حتشويني. شوهتيني، شوهتيني، حرام عليكي. ده اللون اللي انت وريتيني. لا مش اللون اللي انا طلبته، حرام عليكي. لا حرام عليكي يا مس الهام، اليوم ملكتي، حرام عليكي. ايش كيف حطلع للناس بدا المنظر؟ والنوع ده من ثواني، ممكن حرام عليكي والله، حرام عليكي. معلش كيف حتصلحي اليوم؟ ثواني، بعد شويه لازم اروح اتمكيج وخلص. طب ممكن بس ثواني اتكلم مع الشاشه؟ كيف بقى عندي بس اقول حاجه للشاشه؟ يا بس لا حرام عليك والله. النوع ده اللي بيعيط من الزباين في الصوابع بيقرفنا، بيقرفنا. المهم حضرتك ملكتك النهارده؟ ايوه انا عارفه هعمل لك ايه. كيف 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 هتظبطي لي اللون؟ لسه عندي مكياج. خلاص يا خلاص يا حبيبتي، تعالي اتفضلي بصي على المرآة وهيعجبك. انت قلتي ملكتك النهارده صح؟ اتفضلي امسكي شوفي نفسك، ايه رأيك؟
هاتي عبايتي ثواني يا بنتي، هاتي عبايتي. طب اقول لك بسرعه، هاتي عبايتي، ما في تفاهم ما في تفاهم. هاتي عبايتي يا بنتي. اقول لك حاجه، لا لا انتوا حركتوني شعري، خلاص حركتوني شعري، خلاص انتهى الموضوع. مش كل ما اسمعيني بس، ما عندي اسمعيني. لا لا مش كل اللي يتجوزوا يصبغوا اصفر عشان يحسسوا العريس انهم امريكانيين بس اتجنسوا. بنصير امريكاني؟ انا ما بصير امريكاني. كل اللي يتجوزوا يصبغوا اصفر